وكلما تخلينا عن التذكير بهذه القضية وعن التذكير بمعاناة النساء الفلسطينيات والشباب الفلسطينيين والفلسطينيين بشكل عام، فنحن نتخلى عن قضية عادلة، عن شعب يناضل من أجل حقه في أرضه وفي دولة مستقلة. النساء الفلسطينيات اليوم هن نساء صامدات، متابرات، مجاهدات، مناضلات من أجل أرضهن ومن أجل أبنائهن ومن أجل استمرار حضور القضية الفلسطينية في الوجدان الإنساني العالمي. هناك من يسعى إلى قتل الحقيقة وإلى طمسها وإلى بترها من جذورها التاريخية ومن جذورها الإنسانية، لكن بما أن هناك شعوب في العالم ما زالت مساندة داعمة لقضية الشعب الفلسطيني وداعمة للنساء الفلسطينيات وداعمة لحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة، فتتظل القضية حية عبر كل شعوب العالم، ولن يستطيع أي كان أن يقتلها أو أن يطمسها أو أن ينهيها مهما حاولت آلة الحرب أن تجعل من ذلك واقعاً، ومهما حالت أبواق المساندة للحروب أن تبرر هذه الحروب. لا مبرر للحرب على الشعب الفلسطيني، لا مبرر لاستمرار الشعب الفلسطيني دون دولة مستقلة، لا مبرر لاستمرار جويع الأطفال ونساء وشيوخ ومرضى وعزل الفلسطينيين، ولا مبرر أبداً لصمت المنتظم الدولي عن آلة التقتيل الممنهجة التي يعيشها الشعب الفلسطيني خاطبة. قد يقول قائل: أنتم هنا في المغرب وتنظمون فعالية تضامنية، كيف ستساعدون أخواتكم النساء الفلسطينيات في ما يعانين منه؟ جوابنا هو كالتالي: أكبر مساعدة يمكن أن نقدمها للقضية الفلسطينية هي أن لا ننسى عدالة هذه القضية، وأن نقاوم آلة محاولة الغسل دماغ الإنسانية من أجل أن لا تواكب ما تعيشه اليوم فلسطين وما تعيشه الفلسطينيين والفلسطينيات في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. هناك من يراهن على نسياننا، هناك من يراهن على تغيير التاريخ، وهناك من يراهن على محو الذاكرة. أعرف أن كل الكثيرات منا والكثيرين منا همهم الوحيد هو أن يعم السلام، أن يعيش الفلسطينيون والفلسطينيات بسلام، وأن أيديهم قصيرة ولكنها قلوبهم وألسنتهم وخطواتهم من أجل التضامن والاحتجاج والتذكر والكتابة وصناعة محتوى إعلامي لفائدة القضية الفلسطينية يساعد بالتأكيد على استمرار هذه القضية في وجدان الإنسانية، ويساعد على استمرارها وعلى أن تستمر معنا إلى أن يتحقق مطلب الشعب الفلسطيني الذي هي دولة مستقلة عاصمتها القدس. سلام. سلام من هنا من الدار البيضاء لكل الأمهات في غزة ولكل الأمهات المرابطات اليوم بحثاً عن لقمة عيش وبحثاً عن كوب ماء وبحثاً عن قطرة دم وبحثاً عن منفذ تتنفس منه. وأمانة علينا وعلى أكتافنا كما نقول ألا ننسى القضية وألا نخذلها وأن تستمر معنا. ونحن نقول كنساء اتحاديات ونساء اتحاد الشراكة القوات الشعبية، حاولوا مراراً أن يقتلوا القضية، لكن مساحات المشي عبر العالم، عبر المسيرات العالمية التي عرفها العالم تضامناً مع الشعب الفلسطيني وتضامناً وتنديداً بالحرب المستمرة وتنديداً بآلة التقتيل المستمرة التي تنهج تجاه
في حق الشعب الفلسطيني يؤكد على عدالة القضية، على أن التاريخ لا يمكن إلا أن ينصف شعب يبحث عن أرضه وعن دولته، وعلى أن الإنسانية لا يمكن أبداً إلا أن تقف وقفة إجلال واحترام وصمود للأمهات الفلسطينيات القابضات على الجمل. لهذا اخترنا أن نوجه لهن ألف تحية من هنا من سيدي معروف بمبادرة الأخوات بمنطقة عين الشق، اللي اختاروا على أن يجعلنا من هذا اللقاء لقاء توجيهي تحية صمود ونضال لأمهاتنا في فلسطين الأبية، وشكرا لكم. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ارتئينا كمنظمة النساء الاتحاديات أن ناخذ شعار اليوم هو المرأة الفلسطينية، من ناحية خدينا كقدوة من ناحية الصبر والمثابرة والكفاح ديالها. كنوجهوا لها اليوم من خلال هذا الحفل وهذه الالتفاتة اللي كتعتبر التفاتة بسيطة، أنه كنوجدوا لها التحية والتقدير والتشجيع، وكنقول لها بأن احنا معك وحنا فخورين معك بك، وكنتمنوا من الله انها تكون يعني هذه السنه سنه الفرج وسنه الحريه. ايضا احنا في المغرب او في بقاع العالم كنقولوا بانه اليوم هو استكمال من اجل استكمال المطالبه بالحقوق، يعني احتفالات هي كتكون رمزيه، ولكن الاساس هو الترافع والمطالبه والاستمرار والالحاح من اجل تسويه الوضعيه المراه العربيه والوضعيه المغربيه بالخصوص، اللي عرفت واحد التقدم كبير وحنا مازال سيرين فيه، وكنتمنوا انه تكون يعني حقوق كامله اللي توفر الاستقرار للمراه والاسره والشعب المغربي. تكملي على الرهانات ديال 2024، يعني المراه والرهانات والاخر. رهانات المرأة في 2024 هي احنا بالنسبة لنا احنا في المغرب بشكل خاص هو رهان ديال مدونة الأسرة، اللي كنتمناو أنها تستمر تكمل الإجراءات ديالها، لأنه دابا قطعات واحد الشوط كبير من بعد الخطاب جلالة الملك في عيد العرش، ومن بعد تشكيل اللجنة اللي مكلفة بها، اللي استمرت هذه اللجنة في استقبال مجموعة ديال الجمعيات والأحزاب السياسية لأزيد من 6 أشهر. كنتمناو أنه داك التقرير يخرج ويترفع لسيدنا ويلقى الموافقة ويدوز للغرفتين ديال المجلس البرلمان والمستشارين، وتكون فيه صراحة تكون فيه حقوق كاملة، ويكون تغيير شامل، لأنه بدون تغيير شامل ما غنتسموش أن قدمنا شي خطوة أو نجحنا في شي حاجة. حنا المطالبة ديالنا منظمة النساء الاتحاديات أن يكون تغيير شامل جميع بنود المدونات الأسرة.